نجيب أمثلة من ثقافاتنا الدارجة. قاعد في القهوة ويا أصدقائي، اتصلت المرأة، خلاص صحين، شوف الثقافة شلون، إيه حكومة اتصلت، أحمى يحوس، قام قام قام، إيه السكان في إيدها، ويستهزون ببه وينتفخ قهر، يوصل رأسا من يفتح الباب يهاوشها، لا تتصلين فشلتيني، كان طفل انا، كان يهاوشها. بينما هو لو يجيد إدارة الموقف قالوا له إيه السكان في إيدها، قال خلكم، الحمد لله الله أعطاني زوجة تحبني، من أغيب عنها شوي، اشتاقت لي، اتصلت علي، سألتني متى بتجي، تحبني، خلكم، أنت تقدر تقلب ها؟ الصياغة إلى صياغة أخرى، وما تحمق على مرأتك. عندنا بعض الثقافات المنتشرة تخلينا نتعصب في غير محلها.